السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال يا شيخ، بعد إذنك، اشتغلت في فترة لمدة 3 شهور في شركة، ما أخذت الراتب حتى الآن، لكنه إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما فيش مشكلة. بالنسبة للزكاة، متى يحل عليه الزكاة؟ في وقت المفروض كنت آخده ولا لما آخده فعليا؟ إذا استلمته مرت عليه سنة، أيوه، لما استلمت حتى الآن. ما استلمته، وهل هو يبلغ النصاب؟ أيوه، يبلغ النصاب. يبلغ النصاب؟ نعم. إذا مرت عليه سنة. إذا مرت من ساعة الاستلام أيوة، ولا من ساعة الاستحقاق؟ لا، من ساعة القبض. ساعة القبض. جزاكم الله خير. أيوة.